الفيديو هنتعلمت من الفيديو السابق اني ما اقاطع، ما ارفع صوتي، ما احكي وانا بتمي اكل، وكمان ما اقاطع الناس. كمان اذا كان حدا بيحكي كبير استمع له، ومش كل اشي احكي فيه واعمل حالي ابو العريف. الو، السلام عليكم. نيحة، بدكم تزوروني؟ اكيد. اوكي، بس هي شوية حرارة. عادي، فيش داعي تغلب حالك، عادي. لا يا اخوي، لا عادي، انا بصحة منيحة، واذا مصر تعالوا اهلا وسهلا. طيب يلا، مع السلامة. يا راسي. تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. سلامات يا أختي، سلامات. كيف حالك؟ لا بأس عليك إن شاء الله. سلامات إن شاء الله. سلامتك عمتو، الله يسلمك. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله، إن شاء الله بخير. شو مالك؟ سلامات. والله إني مريض، شوي علي حرارة. لا بأس عليك إن شاء الله، لا بأس عليك يا أجر عافية إن شاء الله. من متى؟ شو اكلتي؟ شو عملتي؟ شو شربتي؟ والله بس باكل اشياء صحيه يعني. شربتي شوربات؟ الحمد لله. لا بس عليك ان شاء الله. لا ان شاء الله ان امورك طيبه ان شاء الله يا رب. ما عليك الا العافيه. طيب اجر عافيه ان شاء الله. بابا. نعم بابا. كحت عم ترى يكون عندها كورونا. شو عندها كورونا؟ لا يا حبيبتي، احنا كورونا وخلصنا. لا بس عليك يا بعا يا اختي، شو انت يعني بتسمعي لكلام الاهل الصغار؟ يحكي ايش يا فروس؟ سلمت على عمته؟ سلمت على عمته؟ بيدك تاني بابا، ايدك تاني. اقعد بابا شاطر ولا تشاغب. اوكي يلا اركض حوالي الطاوله وانا بركض وراك. بابا شو تعب؟ تعالوا يا بابا، تعال يلا. يا بابا يا حبيبي يا بابا. نعم. عمتنا مريضة. طلعي هلا، الله يعينها، مش قادرة، مش قادرة تحكي. استريحوا بابا، استريحوا حبايبي، لا تغلوا، خليكم شاطرين. طمنيني، امورك بخير؟ الحمد لله بخير. والصغار كيفهم؟ ان شاء الله تمام. تمام الحمد لله. الله يعافيك ان شاء الله، ما عليك الا العافية، امورك ان شاء الله طيب ان شاء الله. حرارة شوية بتروح هاي. عمتو؟ نعم. أنا بقول ما فيش داعي تروحي عند الدكتور، تشربي زنجبيل وأعشاب. ما شاء الله. أفتيتي؟ الطب. كم سنة درست طب أنت بابا؟ الطب ما بده. كيف يعني قلتي لها تشرب زنجبيل وأعشاب؟ بابا تعال يا حبيبي تعال. بابا ما بصير إحنا نروح عند المريض ونوصف له الدواء اللي أمل عندنا، بلكي لا سمح الله ضره، صح؟ لازم هي تستشير طبيب، تستشير أهل الاختصاص. وهذا الولد اذا ما سكت هلا حروحه لانه جننها للعمته. فارس اهدى يا فروس. بابا اهدى، تفضل المشاغبه، تفضل. وبصراحه انا غلطت اني جبتك يا بابا، لانه زياره المريض لازم ما يكون فيها ازعاج ولا يكون فيها اطفال، لازم جيت لحالي وطمنت. بس كنا قريبين والله اختي، واتصلت فيك قلت لك انا هيني جاي لانه كنا قريبين، فحقك علي. بسيطه يا اخوي، اصلا كل الاولاد هيك. الله يرضى عليك يا اختي ويسعدك، دائما حنونه ما شاء الله عليك، دائما حنونه. خليني اقوم اشوفكم احسن من اللي انت احلى زي المره الماضيه. ايش ليليان سودة وجهنا مع عمتك. يا اخوي خليني اروح اجيب لكم كاسه شاي. الله يرضى عليك يا اختي، لا تغلبي حالك، احنا ان شاء الله شوي وطالعين. الله يرضى عليك. لا عادي، كلها ضيافه. ابدا الله يرضى عليك. عندكم مع الشاي بالكعك؟ ما عندنا حبيبتي. طب عندكم مع الشاي بسكوت؟ لا والله. يا الله يا عمتي، يعني انتم ما عندكم اشي بالبيت؟ لا يا عمتو، الخير عنا وعندكم ان شاء الله. استريحي يا اختي، ما بدنا، احنا ماكلين وشاربين وشوي وطالعين، استريحي. لا الله يرضى عليك، ما بدنا ضيافه، الله يكرمك. سلامتك، لا باس عليك. من السنه يا اختي انه اذا الواحد شاف المريض ايش يقول له؟ اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحميك، ان يشفيك، ارزقني ان يشفيك وأن يحميك إن شاء الله كمان. لكن هو الحديث أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا أختي شفاء لا يغادره سقما.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. نكررها 7 مرات إن شاء الله أنك بتطيبي بإذن الله. ولازم ترقي حالك، اقرأي قرآن على نفسك أو حدا يرقيك يقرأ عليك القرآن، والأدعي إن شاء الله مع أنك تروحي تشوفي طبيب. لا تركني على حالك، ندعي ربنا بنعقل وبنتوكل إن شاء الله. الله يرضى عليك يا رب. ننطلق؟ لا يا بابا، بدنا نستنى تيجوا البنات. شو بنات؟ انت اولادك وينهم؟ والله طالعين، بدهم 2 ساعة وبيرجعوا. لا اذا ساعتين، اذا ساعتين مطولين، خلينا احنا ننطلق. استناهم عادي. بابا اذا تعبان يا عمتي. بابا شو ساعتين؟ زيارة المريض لازم صح، ما نتأخر فيها. انا الله يرضى عليك، بنخليها المرة الجاية ان شاء الله تكوني صحصحتي باذن الله. ونيجي ونزورك ونطمن عليكي. بس انا اللي شايفه انه ان شاء الله شغلة عارضة وبتروح، شغلة سريعة وبتروح ان شاء الله. يا رب الله يعافيك. بسطنا بشوفتك. طبعا عمتو انا عندي سؤال قبل ما اروح. ايش هو؟ هاي ربطة طرزان، شو الهدف منها؟ شو ربطة طرزان؟ بابا بتقول عنها بابا هي ربطة عشان راسها وجعها. بابا اي واحد راسه وجعه مرات بيكون ربط هيك اشي على راسه صح؟ اول مرة بشوفها. اول مرة بتشوفيها؟ الله عافيك الله عافيك وما تشوفيها يا بابا ان شاء الله. معلش يا اختي لا لا تاخذينا، هي دائما ليليان لما نيجي نزوركم لازم تحرجنا، ما بتعرف الا تحرجنا. فاحنا بدنا تسامحينا. الله يسعدك يا رب. قومي يلا سلمي على عمتك. سلام من بعد، بلاش تعديني يا بنت. معلش يا اختي سامحينا. الله يرضى عليك ونشوفك على خير ان شاء الله. الله يرضى عليك. بدك شيء؟ مرة ثانية ربنا يعافيك. يلا سلام عليكم. الله يرضى عليك، استريح مدي حالك. سلام عليكم. يلا فروس حبيبي يلا نام عند عمتك اليوم. يلا يلا بابا يلا. وأنا اليوم تعلمت أداب زيارة المريض. أول أداب لازم إني أرفع معنوياته، مو أضل أزعجه وأصير أحكي له والله خذ هذا العلاج، ما ممكن أزيد مرضه. ولازم ما أزعجه لأنه حزيد مرضه كمان. ولازم أقول له ما شاء الله عليك، وأقول له كمان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. وإشي كمان مهم كتير، ما أطول بالزيارة وأقعد 2 ساعة. وإنتوا إذا استفدتوا احكوا لنا شو استفدتوا. إذا كنتوا بتتابعونا من اليوتيوب حطوا لنا سبسكرايب واعملوا نشر وكمان حطوا لايك. وإذا كنتوا بتتابعونا من الفيسبوك انشروا صفحتنا واعملوا لها لايك وصيروا تابعونا أكتر. بحبكم كتير، باي. بس عمتو يا الله يلا يلا اضحكي. عندكم اشي بالبيت؟ ما عندكم اشي بالبيت؟ هيك طلع لي. لا بابا عندهم اشي. طب عمتو طرزة ايه؟ امشي امشي طرزان امشي. طرزة طرزان. يلا استعداد. اوكي خلص. بس عمتو. بس عمتو انا قبل ما اروح عندي سؤال. ايش هو؟ هاي ربط. يلا احكي هاي ربط الطرزان بسرعة. اوكي. استنى هدوء بس عمتو يلا عيدي. بس عمتو انا عندي قبل ما اروح سؤال. ايش هو؟ هاي ربطة الطرزان شو الهدف؟ يا عم لكل مكانك بخلص بسرعة. طبعا طب شو هالربطة تاع الطرزان؟ يا طرزان استريحي خليها تحكيها صح. قومي قومي بابا خلص الله يرضى عليك يلا. اوكي احكي بجد، انت بجد بتفعلي عشان انا انصدم. يلا يلا